مساء الخير مشاهدينا الكرام، برعاية الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، انطلقت في جدة فعاليات أول معرض تقيم وزارة الثقافة والإعلام للفنون التشكيلية المتخصصة بهدف اكتشاف مواهب فنية جديدة وبهدف دعم الحركة التشكيلية. المعرض ضم 77 عملا فنيا بالأبيض والأسود، وهي التجربة اللي راح نتحدث عنها اليوم مع ضيفي الحاصل على المركز الثاني الفنان التشكيلي سعيد قمحاوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. تعطينا فكرة عن المسابقة وعن المعرض؟ المسابقة هي تقيمها وزارة الثقافة والإعلام، أعتقد هذه السنة الثانية. فكان انطباع السنة هذه أعتقد أفضل من العام، لأنه الفنانين كانوا متخوفين أنهم يشاركوا في مسابقة أبيض، لأنه بيغير اتجاهه من مجموعة ألوان لأبيض وأسود. وإن شاء الله أنه السنة، أتوقع السنة الجاية أنها تطرح أكثر، يعني أفضل. يعني جميل. نوعية المشاركات أو الفئات اللي شاركت، شباب، طلاب، سيدات، رجال، كيف كان؟ والله اللي شفته أنه مجموعة من الفنانين من جميع أنحاء المملكة، فيهم الكبار وفيهم الشباب وفيهم المبتدئين. طيب. مبتدئين في الفن يعني في كان المحترفين وكان في المبتدئين. طيب قلت مسابقة بالأبيض والأسود، يعني عادة الأبيض والأسود هو يعني اللونين دي تستفز أي فنان تشكيلي. فأبغى أعرف إيش التحدي اللي واجهكم في الأبيض والأسود؟ عموما موضوع أبيض وأسود حلو أنه يقام وأنه الفنانين يجربوا فيه التجربة الجريئة هذه. أعتقد أن المسابقة هذه أبيض وأسود قيمت لأنها هي أساس بداية الفن أو القطرة الأولى للفنان، أنه بيبدأ بقلم رصاص والفحم وكيف يكون رسمة بلونين درجاتها، يعني ألف باء الرسم بالضبط. بس هي إلى الآن هي أنا أعتبرها هي أصعب المراحل، يعني الفنان بسرعة مجرد أنه يتقن هذه المرحلة ويشرد منها، لأنه يبغى يتجه في ألوان ثانية، يبغى يتمرد على الألوان بالضبط. طب كيف كان التحدي مع الأبيض والأسود؟ يعني حكينا عن تجربتك. أعمالي اللي من ضمنها كان المركز الثاني كانت جاهزة عندي من الأساس. يعني أنت أساساً تشتغل أبيض وأسود؟ نعم. بس أنه أنا بشتغلها بطباعة، طباعة سيلك سكرين. طباعة سيلك سكرين نوع من أنواع الفنون العالمية، وجربت فيها كثير والحمد لله يعني جت المناسبة وحققت المركز الثاني. تفوقت وحصلت على المركز الثاني. نبارك لك، وطبعا نبارك للي حصل على المركز الأول محمد رباط الفنان التشكيلي. طيب أستاذ سعيد، أكيد كل لوحة فنية تحمل رسالة أو فكرة معينة، ممكن تقول لي يعني مجموعة من الأفكار اللي طرحت من خلال اللوحة الفنية المشاركة؟ والله هي 74 عمل، 77 عمل، يعني كان مجموعة كبيرة، وأنا أعتقد أن فيه نجاحات كثيرة في المشروع هذا. بس اللي شفته أنه كل فنان اشتغل بنفس أفكاره ونفس أعماله، اللهم أنه خرج الألوان الثانية، الأحمر والأبيض والأسود والأخضر. فزي ما تقولي أنه بدل ما تكون صورة ملونة تكون صورة أبيض أسود. طب الفكرة أو الرسالة اللي كانت تحمل هذه اللوحة؟ هي أعتقد أنه تخليد أو القلم الرصاص والفحم، يعني بداية الفنان يعني. أيوة، بس أنا أرجع أقول إحنا طبعا سادة المشاهدين شايفين مجموعة من اللوح الفنية اللي شاركت في المسابقة. أبغى أعرف أنت إيش كان موضوع لوحتك؟ كنت تتكلم عن مكة أو أنا كان عندي رسالة، بما أني معلم فكنت في التعليم، فرسالتي في الفن كلها عن التعليم. فالعمل كان هو جبل النور أو الرحمة اللي نزلت فيها أول آية في القرآن، اقرأ. الله. نعم. جميل. كانت الطباعة نفس الطباعة اللي موجودة في ثوب الكعبة والحزام، حزام ثوب الكعبة. الله. طب شوف أستاذ سعيد، الناس يعني اللي بعيدة عن الساحة وعن المعمعة يعتقدوا إنه الأبيض والأسد هو أسهل شيء في عالم الرسم أو في عالم الفن التشكيلي، أبغاك توضح لنا هذه الفكرة. ما أعتقد الأبيض والأسود لونين يستخدمهم الفنان وهو يخاف منهم، يعني تحديدا الأسود. ليش؟
الأسود هو يغير اللون، يعني الأسود عضلاته قوية، يعني إذا نحط على أي لون ثاني، إذا ما نحط بعناية فائقة ممكن يغير له اللون أو يعدم له العمل بشكل كامل. أبيض يفتح الألوان، فهو لازم يكون موجود، مع أنها لونين غير لونية، يعني ما هي من الألوان الأساسية الأبيض والأسود. صح فعلا. نعم، لأنه ما ينتج منها أي لونين ثانيين يعني. بس هم يخربوا الألوان. يا يخربوا يا يخرجوا إخراج كويس. طيب حسب الاستخدام طبعاً. طب أنت حضرتك كفنان تشكيلي، لو شفت لوحتين، لوحة بالألوان ولوحة بالأبيض والأسود، إيش أكثر شيء يلفتك؟ والله حسب اللوحة، بس أنا قلت لك الأبيض والأسود دائماً تكون فيها حساسية أكثر. حساسية زي إيش؟ من أي نوع؟ التقنية، تقنيتها أنا لازم تكون متناسقة كويس، درجة اللون الأسود مع الأبيض. الخطأ يبان فيها جداً أكثر. أيوه، اللونين حساسين، حساسين بقوة، لأنه اللونين ذول هم يعتبروا نفسهم عضلات الألوان كلها، يعني يعتبروا أجمل الألوان، ملوك الألوان، فهم حساسين في التعامل معهم. جميل. يعني طب ابغى سؤال اخير، ايش المعايير اللي ممكن، يعني في مسابقه مثل اللي شاركتوا فيها، ايش المعايير اللي اخذت بعين الاعتبار في العمل الفني؟ المعايير هذه هي، انت تسالين سؤال كانه انا محكم الان، فالتحكيم يعني بيشتغل بتفكير معين، الخامات اللي استخدمها الفنان، تاريخ الفنان، جودته، جراءته في العمل، جراءته في اللون، فكره العمل، الخامات اللي يستخدمها في العمل، هذه المعايير. طيب جميل. طب استاذ سعيد قمحاوي، اسمح لنا، معانا عبر الهاتف الاستاذ عمر الجاسر، رئيس جمعيه الثقافه والفنون في جده. يسعد لنا مساك استاذ عمر. يسعد مساكي ومسا ضيفك الكريم والمستمعين والمستمعات. يا اهلا وسهلا فيك استاذ عمر، نبغاك تعطينا فكره سريعه عن المعرض ورايك في مثل هذه المشاركه. طبعا هو المعرض حقيقة هو من تنظيم وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام، كانت مسابقة على مستوى المملكة في الأبيض والأسود، وشارك فيها من حوالي 80 فنان وفنانة من مختلف مناطق المملكة، وتشرفت جمعية الثقافة والفنون بجدة حقيقة إنه تترشح من قبل وكالة الشؤون الثقافية وزارة الثقافة والإعلام إنه تقيم المعرض وتوزيع الجوائز في فرع الجمعية بجدة. اعتقد انه هذا دعم من الوكاله الثقافيه للجهود اللي قامت فيها جمعيه الثقافه والفنون جده، وكانت يمكن مميزه اللي هي 185 نشاط خلال عام واحد واربع مشاركات دوليه. فكنا سعداء حقيقه بهذا التكريم وهذا التقدير، واستضافه زملائنا وزملائنا من الفنانين والفنانات انهم تعرض اعمالهم عندنا ويتم توزيع الجوائز عليهم في الجمعيه. جميل. طب استاذ عمر، ايش النتائج المرجوه من خلال هذه المعارض؟ هو طبعا هو تتويج لمسابقه، يعني اولا كان مسابقه على مستوى المملكه، وهذا جميل للمسابقات انها تتفعل على مدار العام وفي كافه يعني مدارس الفن التشكيلي، لانه المملكه الحقيقه تزخر بالعديد من الفنانين والفنانات سواء مواهب او محترفين، وهذا بشكل نقطه انطلاق ان الوزاره تتبنى مثل هذه المسابقات وهذه المعارض تحفيز وتشجيع للفنانين والفنانات، مع امنيه لي انه دائما انه الوزاره انها تبدا الاعمال المميزه فعلا تحرص انها تشارك فيها في المحافل الدوليه، لانه هذه واجهه واعلاميه فنيه تبين مدى تطور الفن التشكيلي في مملكتنا. طب جميل. طب استاذ عمر، من خلال يعني عملك في جمعيه الثقافه، انت تشوف هل يجب انه مثل هذه المعارض او مثل هذه المشاركات تمثل ثقافه المملكه؟ طبعا طبعا، لانه انا اخذ دائما التميز، المعرض متاح للكل، ولكن في دائما لوحات مميزه لفنانين محترفين، او هو احيانا يكون فيها ابداع، فيجب ان يجدوا الدعم من قبل وزاره الثقافه والاعلام بترشيح مثل هذه الاعمال بكل حياديه للمشاركه في المعارض الدوليه والمهرجانات الدوليه. جميل. يعطيك الف عافيه استاذ عمر الجاسر، مدير جمعيه الثقافه والفنون في جده. حياك الله. اهلا وسهلا فيك. استاذ سعيد قمحاوي، ابغى اسالك الان عن المشاركات النسائيه في هذه المسابقه. يعني احنا صراحه زعلانين ان المركز الاول والثاني حصلوا عليه رجال، فين السيدات؟
ما شاء الله متواجدين حاليا، بالذات الفترة 5 سنوات اللي راحت الفنانات أكثر من الفنانين. ما شاء الله، المرأة فنانة بطبعها أعتقد يعني. طبعا أكيد يعني لازم في حياتها كلها فن يعني، حتى في الطبخ يعني. طيب جميل. فلازم الفنانات موجودين، بس أنا أعتقد أنه يعني اللي في المسابقة اللي كيف كان تواجدهم؟ كويس كويس جدا يعني. ما حصلوا على المركز الثالث؟ لا، في العشر الأوائل يعني، في كذا اسم فنانة. لكن الفن ترى يحتاج ممارسات كثيرة، يحتاج إيش؟ يعني الناس تتوقع يحتاج يعني ثقافة، يحتاج علم، يحتاج دراسة، يحتاج قراءة، يحتاج رؤية، يحتاج أشياء كثيرة، يحتاج سفر. عشان لما الواحد يسافر بيعبي عينه أو بيغذي عينه بأعمال الفنانين العالميين اللي هم سابقينه في الشيء هذا. طب أنا لسه أبغى أسألك على هذا السؤال، الاطلاع والثقافة، وزي ما قلت أنت بتسافر عشان تشوف أعمال الآخرين، هذا ما يخليك أنك أنت أحيانا تقتبس من غير ما تشعر وتبدأ يعني؟ لا بالعكس، بيعطي حالة تطور، تشوف العالم فين وصلت يعني، تبدأ من حيث انتهى. جميل، يعطيك ألف عافية أستاذ سعيد قمحاوي، الفنان التشكيلي والحاصل على المركز الثاني في مسابقة وزارة الثقافة والإعلام. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لا زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، سيدتي تستضيف الباحثة والناشطة في المجال التطوعي ليلى الدلال. أول مرة ببرنامج طبخ. مرتي بس تشوفني رح تتفاجئ. في تكنيك يا جماعة. بس يعني بنعمل لها هيك. يا نهار أبيض. شو بدكم عن؟ يلا ميرسي مرام. انتظروني. منال العالم. في مطبخ سيدتي. باي. جربوها. يلا انهي منال.